نرحب بالأساتذة الكرام الذين يشرفون في هذا المساء جمعية الثقافة والفنون بجدة، ونحن في ليلة من ليالي الجمال التي تبقى في ذاكرة الدهشة، تحملنا نحو ممرات الإبداع والفن المتفرد، تحلق بنا في فضاءات الخيال الذي يتمرد على السائد، السائد الذي خنق في دواخلنا صوت الحب واللهفة والشوق والإبداع، وجعل من ذواتنا ذوات تجتر هذه الذوات، تفكر عنا، ترسمنا في جدران الذاكرة الممتلئة بلاءات الاقتراب من الحياة. حضورنا الكريم، ونحن نودع همس الحديد بهمس الحب والإبداع لهذا المعرض الذي دشنا خلال الشهر الماضي بحضور عدد من النخب الثقافية والفنية والجهات والهيئات الرسمية والقناصل داخل المملكة العربية السعودية. هذا الملتقى الموسيقي الأول الذي أقامته جمعية الثقافة والفنون بجدة، والتي جاءت لتقول لنا أن زامر الحي يطرب. هذا المعرض الذي تشكل في ذاكرة الإبداع وانطلق خارج التفكير السائد وخارج الصندوق الفني الذي تعودنا عليه في كثير من المعارض الفنية التي نشاهدها في جغرافية هذا الوطن. جاء منصور المطيري محملاً بالإبداع والفكرة المتميزة والمتفردة في هذا المعرض وقبل هذا المعرض. كما يعلم الجميع أن منصور المطيري هو امتداد للحركة الفنية التشكيلية في المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً الحائز أو الحاصل على 14 جائزة أولية في عدد من المعارض الفنية في المملكة العربية السعودية. منصور المطيري دعي دعوة شخصية من وزارة الثقافة في سوريا في عام 2001، وقدم هناك ما يشفع للفنان السعودي ممثلاً عن الفن السعودي في هذا المعرض وفي هذا الجناح بتجربة متفردة، وتجربة نعتقد أنها تجربة حازت على رضا الجميع. لعلي في البداية أستاذن الحضور في دردشة مع الأستاذ منصور المطيري، الكل يعرف هذا الرمز وهذا العلم وهذا الفنان، ولكن نحن نوثق لهذه المسيرة ولهذا المساء الجميل بهذا الحضور الرائع وهذه النخبة الثقافية الواعية التنويرية التي تحضر في مشهد من مشاهد العطاء الفني. نرحب بالأستاذ منصور المطيري في هذا اللقاء. أهلا وسهلا أستاذ منصور. أهلا، حياك الله أخوي، وأنا سعيد جدا بحضور الأساتذة اللي موجودين الليلة، وأنا أختم معرض مسك الحديد والكل يختم معرض مسك الحديد، وأحييكم وأتشرف فيكم اللي أنكم موجودين معنا. لعلي أبدأ من مشهد اختيار. عادة نبدأ بالسؤال الأول، السيرة الذاتية أو التعريف، ولكنني سأتجاوز هذه وأوجهها إلى منتصف الحوار. ولكن كما يعلم الجميع أن جدة حاضنة للإبداع والفن والجمال والإنسانية والتثاقف ومتصالحة مع الكل. من يلاحظ في هذا المعرض أن هناك لوحة يعني ربما ليس لها علاقة بالفن الطربي أو الأغنية المحلية، اللي هي لرائد من رواد الحركة التشكيلية الذي هو الفنان عبد الحليم رضوي، وهو كان أحد أعمدة أو كان من يدير الثقافة والفن في جمعية الثقافة والفنون. لعل هذا الموضوع لفت نظري، حدثنا عن هذا الخروج.
أولا نحن جميعا متواجدين في صالة اسمها صالة الدكتور عبد الحليم رضوي. عبد الحليم رضوي الله يرحمه كان أول من عمل معرض تشكيلي في المملكة العربية السعودية من خلال جمعية الثقافة والفنون. أنا لما عملت المعرض هذا أو فكرة المعرض هذا أنه شيء يوثق ترابط بين الفن الموسيقي والفن التشكيلي، فما خرجت من الدائرة بعيد، لأن لما وثقت الدكتور عبد الحليم رضوي كأول من أقام معرض تشكيلي لابد من تواجد لوحة من يتخص الرمز عبد الحليم رضوي، وهذا واجبنا كفنانين، يعني ما ننسى تاريخنا، ما ننسى من أسس لنا القاعدة. نحن متواجدين في معرض تشكيلي ونحن طيلة 31 سنة ونحن نبحث عن أشياء تبهر في أعمالنا، ولا نستطيع إظهار هذه الأعمال إلا من خلال المعارض. من أسس قاعدة إقامة معرض في المملكة العربية السعودية هو الدكتور عبد الحليم رضوي، فتواجده طبيعي يكون في معرضنا الليلة. أكيد بكل تأكيد أنه يستحق يعني هذا الحضور وهذا التواجد من رواد الحركة الفنية التشكيلية، وأيضا هو يعني كان يعمل في دعم الثقافة والفن بشكل عام من خلال جمعية الثقافة والفنون. لعلك تحدثنا عن يعني الإرهاص الأول أو الفكرة الأولى لهذا المعرض، كيف انطلقت في ذهنيتك؟ المعرض هذا تقريبا بدأ من قبل الجائحة بكم شهر، الفكرة حقته، فكان في تواصل بيني وبين الأستاذ محمد أصبح من خلال عملين شاهدهم كنت مشارك فيهم أو راح أشارك فيهم في معرض مختلف أو زي ما تقول حدث مختلف، وهذه ولله الحمد يعني ما كنت أبحث عنه من زمان، من أيام بداياتي في الفن التشكيلي كنت أبحث عن الشيء المختلف. فاتصلت فيها الدكتورة منال رويشد وقالت يا أستاذ منصور إحنا عندنا حدث مختلف في الرياض، إيش هو الحدث؟ قالت والله افتتاح المعهد الموسيقي في المملكة العربية السعودية كأول معهد، هذا شيء مختلف، فراح نقيم معرض هناك ويكون جماعي وراح تحاول ترسلنا عمل أو عملين للمشاركة. فأعجبتني فكرة الاختلاف في أنه المعرض موجود في معهد موسيقي في وقتنا أيام زمان ما كان في معهد موسيقية، ما كان في، بالعكس العكس صحيح يعني. فعجبتني الفكرة، فمن الحماس أخذت لوحتي، كنت بجهز لوحتين أو ثلاث لوحات، طبعاً أنا أشتغل زيتي وأشتغل أحبار وأشتغل يعني ما أشتغل مجسمات، فمن الحماس اللي فيني كان عندي لوحتين أو ثلاث جاهزة بالبيت. أول لوحة أرسمها بالبيت خارج برسلة هي النواة اللي بدأت منها بداية المعرض. فعملت لوحة كانت مشدودة أمامي قماش وبدأت أشتغل بالزيتي على أني أشتغل آلة كمان وحاجات زي كده أو آلات موسيقية، وأنا جالس هي أول لوحة صراحة في تاريخي كله من احترافي للفن، أول لوحة أبدأ فيها بدون ما أعدلها في اللوحة دي، ما أعدلت لها نهاية. أنا دائما أعدل اللوحة، يعني أخذ أسبوع أسبوعين ثلاثة وأنا أقرأ أستمع أبحث أشوف أروح يمين يسار لين أجيب الفكرة كاملة تكتب البراس عن أي لوحة نفذها، لكن هذه لا، أخذتها على طول مباشرة بعفوية وقلت خلاص إن شاء الله راح أشارك فيها. وأنا جالس أشتغل توي بديت فيها يعني بدايات، وقاعد أفكر يعني إيش بطلع فيها وكذا والنظرة العمل في اللوحة والنظرة يمين اللوحة، وأنا جالس بوسط البيت يعني، وكنت بالساحة الخارجية البيت اللي هو حوش البيت، فكان عندي قطعة حديد طايحة على الأرض صغيرة جنب الجدار، كانوا عمال يشتغلون أمس أو قبل أمس كانوا عندنا بالبيت ويشتغلون مظلات وما مظلات، فالظاهر أنهم طاشين حديدة نسوها ما شلوها، فمع الموية قطعة الحديد الصغيرة مطلع ألوان تحتها، فلفتت انتباهي قطعة الحديد على البلاط ومطلع ألوان، لما جتها الموية موية الغسيل وهذا فطلعت ألوان عجيبة، فاختلف تفكيري كله
من ناحية فكرة المشاركة في المعرض هذا. فخليت الألوان وخليت كل شيء مكانها وركبت سيارتي على الصناعية على طول مباشرة. ما سبق أني عملت أعمال حديث سابقا إلا في جامعة الملك سعود لما كنت طالب، لما كنا نشتغل اللي هو المواد التطبيقية اللي هي المجسمات والمجسمات، لكن كاحتراف وشغل لا ما اشتغلت، يعني ما غصت فيه. فرحت الصناعية على طول مباشرة وبدأت نفس الآلة اللي كنت برسمها عملتها بالحديد، وانبهرت من الفكرة صراحة. لما خرجت قامت تتوالد كأن مولود جديد طلع لي، ما سبق شفته قبل، فطلع لي شكل جميل جدا. فبدأ معي التطور لحظة بلحظة بلحظة، طلع معي أول مجسم اللي هو عازف الكمال، ثم مباشرة بعد بكم يوم عملت مجسم نفسه من الحديد، عملت مجسم ضارب الطار، ثم بعده عازف الظهر موجود هنا، هذا ثالث عمل. أخذت الثلاث أعمال وشاركت بها في معرض لون ونغم في افتتاح المعهد الموسيقي، وهذا كان قبل الجائحة، جائحة كورونا. التقيت بالدكتور محمد أصبي هناك وتناقشنا في الفكرة، في فكرة هل هو ممكن يتطور ما ممكن يتطور، هل هو ممكن يصبح معرض هل هو ما يصبح معرض. طبعا احنا كفنانين تشكيليين دائما نبحث عن التجديد كلنا كحركة، يعني حركة تشكيلية، حركة تشكيلة مفروض انها تتطور ويظهر بشيء جديد. فالحمد لله توافقنا في الفكرة، توافقنا في الـ انه ممكن نطلع بشيء جديد، ولله الحمد استمرنا على كانت النواة ثلاث أعمال، ثم استمرنا طيلة السنة وثمان شهور وقت الجائحة كلها. طبعا الجائحة رب ضارة النافعة، يعني الجائحة أوقفت الجميع، فكان كل واحد ببيته وصار معنا وقت زيادة. فالحمد لله قدرنا نطلع الأعمال اللي تشوفونها دي. طبعا الأعمال هذه كلها مجسمات، بدايتها كانت مجسمات حتى ختمنا مجسمات، ثم فكرنا في هل هو ممكن نطلع نوثقه تاريخيا بشخصيات بمثقفين لهم علاقة بالأغنية السعودية، لهم علاقة بالفن التشكيلي، والحمد لله انتهينا من المعرض هذا وقمناه. وكان طبعا الفكرة انبثقت زي ما قلت لكم من نواة عملين، ثم اتجهت إلى القلب النابض للفن التشكيلي جدة، وإلى المؤسس للفنون التشكيلية جمعية قاف الفنون. الملاحظ يعني أنه الأغلبية من الأعمال لشخصيات وأسماء من مدينة جدة. اختيارك لمدينة جدة، هل هناك يعني في نظرك أنه سبب معين؟ لا يوجد اثنين يختلفون على أن مدينة جدة هي معقل من معاقل الفن التشكيلي، الفن عموما بأنواع، سواء الفن الموسيقي، الفن الغنائي، الفن التشكيلي، جميع الفنون كلها توالدت من جدة. جدة هي أم الفنون، هي الأساس في كل الفنون التشكيلية، الفنون عموما، وخصوصا برضو الفن التشكيلي. الفن التشكيلي انبثق من جدة من معرض الدكتور عبد الحليم رضوي. فطبيعي أني أنا أكون هدفي من أهم أهدافي، وكانت لله الحمد التوفيق من رب العالمين أن التقيت بالأستاذ محمد، وصار كأنه سبحان الله الله سهل علي الأمور. فكان أني بدال ما أبحث وشلون أصل الجدة وشلون كذا كذا، فصارت المصادفة أني صادفت الأستاذ محمد، وصار الهدف واحد، هو بعمل نقلة للجمعية من خلال البرامج اللي يقيمها، وأنا من خلال أني أصل إلى جدة وأعرض في جدة، وهذا كان من أحلامي. المتابع المنصور المطيري يشعر أنه مسكون بالهم عن البحث عن الجديد مثل ما هو مشاهد وملحوظ في هذا المعرض. كيف يعني كما ذكرت أنت في البداية أنك كنت مشغول بالرسم بالحبر واللوحات الزيتية يعني بهذا الشكل، ثم اتجهت للنحت، من أثر فيك في هذا التجربة؟ تقصد تجربة الحديد ولا تقصد التجربة الأولى؟ لا، تجربة المعرض، تجربة المعرض والنحت يعني بشكل عام. طبعا أنا أكاديمي، يعني أنا بكالوريوس جامعة الملك سعود التربية الفنية، فالأكاديمي عنده جميع أنواع الفنون التشكيلية،
فما هو بغريبة أن مرة يشتغل حديد أو يشتغل مجسمات حجر أو مرة يشتغل كذا، لكن حسب تطلعاته وحسب أهدافه. طبعا حنا في محافظة تشتهر بالفن النحت اللي هو مدينة الدوادمة، ففيها من أعلام النحت في السعودية متواجدين هناك. لكن اللي خلاني أتجه للحديد هي الفكرة الأساسية في داخلي، الفكرة الأساسية في داخلي أو أنا أسلوبي، أصلاً أسلوبي أنا سريالي، فالفكرة كانت أصلاً سريالية، كل الفكرة بغض النظر عن الأعمال الفكرة سريالية، أنك تستخدم الحديد لآلات موسيقية للتعبير عن آلات موسيقية، للتعبير عن رقة الموسيقى، للتعبير عن شخصيات تأتي بكلمات أنيقة جداً يتغنى بها الفنان. فمن الصعوبة أنك تحاول فيها مغامرة أنك تمزج بين الحديد القوي والكلمة البسيطة الناعمة المرتبة المنسقة اللي لها لحن ولها كذا ولها، فكانت هي الفكرة كذا، هي كانت الصعوبة اللي عندي. لكن الحمد لله يعني لما بدأنا بأول عمل وثاني عمل وثالث عمل وعرفت أني أنا أمشي في الطريق الصحيح. جميل. كان لك عمل سابق تقريبا اللي هو محمد الدرة في نظر الغرب، وأيضا محمد الدرة في نظر العرب تقريبا بهذا المسمى. صحيح. وكان هناك أيضا ضجة حول أن يحرق هذا العمل أو يتلف هذا العمل بدلالات معينة أو بإشارات معينة، يمكن الدكتور محمد القويز أيضا كان له رأي في هذا الموضوع. صحيح. طبعا أنا في خلال مسيرتي التشكيلية اللي تقريبا إلى الآن الفعلية تقريبا 31 سنة، لي حوالي 4 تجارب أو 5 تجارب، 4 تجارب زيتية في الزيتي، والتجربة الأساسية كانت في الأحبار اللي ابتديت فيها تميزت فيها، ثم الحديد اللي هو المعرض الأخير. من خلال التجارب الزيتية مرت في أحداث معينة في خلال تجاربي في الزيتي، من ضمنها حادثة محمد الدرة. فكنت أحضر اللوحة زي ما قلت قبل شوي، أنا كنت ما أعمل اللوحة مباشرة، كنت أحضر لي. فكان الوقت هذا الوقت اللي قتل فيه أو حدثت محمد الدرة ما كان فيه تواصل اجتماعي ولا كان فيه يعني أفلام جاهزة وكذا، فكان مجرد شريط الفيديو. فسجلت من التلفزيون من الأخبار لقطة محمد الدرة، اللقطة لما قتل فيها محمد الدرة، فقعدت يجي حوالي يمكن شهر وزيادة وأنا أرسم في لوحات ثانية كان الفيديو يعيد، فكنت لأن براسي أني برسم علمه لكن إيش الفكرة ما أدري. فرسمت محمد الدرة قبل لا أبدأ في اللوحة الأولى، احتفلت دولة أوروبية على ما أعتقد أنها فرنسا، احتفلت بأفضل مصور وعطوه جائزة وكان هو اللي صور لقطة محمد الدرة وقت القتل. فطلعت معي الفكرة، هل محمد الدرة يرى من جهتين؟ هل محمد الدرة له رؤية عندنا يا العرب وعند غيرنا رؤية ثانية؟ فظهر لوحتين اللي هي لوحة محمد الدرة كلها بنفس المسمى، بس محمد الدرة في نظر العرب، محمد الدرة في نظر الغرب. بالنسبة لمحمد الدرة عملته في لوحة لو وصف يعني في نظر العرب كأنه مجسم أبو الهول في مصر بالضبط، كأنها منحوتة جبلية، الأب والابن تحته كأنه جبل وكأنه صامت صمود. بالنسبة في نظر الغرب أحضرت نفس اللجنة اللي عطوا الجائزة، بحثت عن صورهم اللي عطوا الجائزة للمصور اللي اختاروه كأفضل مصور أفضل لقطة لمحمد الدرة، وشلت مجسم محمد الدرة فصلته من الجبل وعملته كأنه درع، كأنه منحوتة موجودة وفيه ناس أشخاص يتفرجون عليها ويشوفونها عمل فني، ينظرون على أنه عمل فني وليست حادثة. فهذه اللوحتين اختلفت عندي في الاتجاه. بالنسبة للدكتور محمد القويز الله يذكره بالخير، هو حاضر هنا وشرفنا، طبعا هذا متذوق للفن التشيري، هو مصور فوتوغرافي، هو مقتني اللوحات، هو تاجر اللوحات، هو له تاريخ معد معارض كبير. قبل كم شهر
حدثت ردود الأفعال الغريبة اللي حدثت من فلسطين على المملكة العربية السعودية وبعض الأقوال اللي السعودية فيها والسعودية فيها كذا، فكانت ردتهم سيئة للسعودية الفلسطينيين، نسوا التاريخ السعودي كله. فنزل محمد الدرة رأي في نزل الدكتور محمد القويز رأي قال للجمهور المتابعين له في تويتر، فقال إيش رأيكم؟ أنا راح أنزل اللوحة دي، يا أما أحرقها يا أما أبقيها، الرأي لكم. هل أبقيها لأنها عمل فني سعودي لفنان سعودي وجسد موضوع معين أو حادثة معينة، أو أني أحرقها ردة فعل على ما يحدث من فلسطين؟ فلله الحمد يعني صارت بالآلاف الفرق أنها تبقى اللوحة لأنها لفنان سعودي وعمل سعودي يوثق حادثة معينة. ربما السؤال قبل الأخير، طبعا أنت كما أشرت في البداية أنك فزت ب 14 جائزة على مستوى الدولة، حدثنا عن هذه الجوائز. وأيضا هناك ربما يعني لوحة عن قيادة المرأة، وأيضا لوحة الدمية، حدثنا عن الجانبين هذه. بالنسبة للوحة قيادة المرأة أو لوحة الدمية، هي تأتي من التحضير للعمل أو قراءة المستقبل. يعني أنت لما تحضر العمل يختلف عن أنك تأخذ الفكرة مباشرة وتنقلها مباشرة للوحة. هنا الفرق بين العمل الأقرب للأدب العربي أو الأدب الثقافي واللوحة التشكيلية المطلقة اللي يعني بس تجيب الفكرة وابدأ اشتغل فيها. فلوحة الدمية هي نزلتها في معرض بعد معرض 2001 في سوريا، وكانت تتحدث عن التطرف بكل أنواعه. طبعا هذه قبل أحداث الإرهاب اللي حدثت، فكانت الدمية والاجتماع الأخير لوحتين من ضمن التجربة، فكانت سابقة للأحداث. استسألني ليش سبقت الأحداث؟ أقول لك ما أدري. هل أنت تقرأ المستقبل؟ أقول لك ما أدري، لكن المستقبل أثبت أنها حصلت قبل المستقبل من خلال الفكرة اللي أظهرتها، فكرة التطرف. أنه فعلا التطرف منين يحدث؟ التطرف لا يحدث لعقلية كبيرة، التطرف يحدث لشيء صغير. فبدأت الدمية، فكرة الدمية هي فكرة أن الدمية هذه هي الشخص يستخدمونه كدمية، والدمية هي لعبة صغيرة فرمزت لها للطفولة. الدمية دي فيها أدراج في نفس اللوحة مفتوحة، فكأن في شيء راح يعبى جوه الدمية هذه، أفكار أشياء راح تعبى جوه الدمية. في الوسط، في وسط اللوحة في اليسار، في الوسط فيه ثلاث مناظر متتابعة فوق بعضها، طفل لوحده ثم طفل يعمل أشياء غير طبيعية ثم طفل مبتعد عن عائلته أو عن مجتمعه، وهذا ما يستغلونه في التطرف وما يستغلونه في شلون يسحبون الشخصية وشلون يجملون. في النهاية في اليمين طلع لي دمية ثانية بس بشكل رمز التطرف بشكل هتلر، الدمية اليمين، فطلعت فكرة الدمية وكان قبل الإرهاب. الكلام هذا اللوحة الثانية ايش قلت اللي ذكرتها؟ قيادة المرأة. قيادة المرأة، قيادة المرأة عرضت في معرض عام 2001 في سوريا، 2001 عرضت لوحة قيادة المرأة أو ثلاث لوحات عن قيادة المرأة. طبعا المعرض اشتمل ذاك الأيام في سوريا بلوحات غريبة على المتلقين في سوريا لما عرضنا الأعمال اللي عرضناها، فكان من ضمنها قيادة المرأة، من ضمنها قصيدة البدر شاكر السياب، من ضمنها التايتانيك، من ضمنها يعني لوحات أسماءها تكفي للأفكار اللي موجودة فيها. فلله الحمد يعني كنا نبحث من بدايتنا، نبحث عن شيء يميزنا، شيء يميز الفن التشكيلي سواء الفن التشكيلي السعودي أو الفن التشكيلي
اللي خاص بالفنان نفسه. لكن البداية برضو زي ما قلت لك لما تكلم عن الجوائز وما الجوائز والشغلات اللي زي هذه، احنا كل اي فنان دائما يحاول ينفرد بشيء معين، ينمي الفن التشكيلي، يرتقي بالفن التشكيلي، ما يكون في نفس المستوى وفي نفس الإبحار وفي نفس المكان وفي نفس، يكون ما غير شيء، يعني يكون ينقل من هذا ومن هذا وهذا زي هذا وهذا زي هذا، لا بد يكون في اختلاف. زي ما طلع المعرض هذا، المعرض هذا فن سعودي حداثي معاصر، راح يختلف الفن التشكيلي الآن من خلال أفكار كثيرة من الفنانين السعوديين. فظهر والاختلاف اللي موجود كان من أيام 1412 وأيام 1413 اللي هو بدايتي في المشاركات والجوائز والشغلات اللي هذه، كان هو المعروف عن الفن التشكيلي أنه هو مقسم إلى 3 أقسام تقريبا، اللي هو الفن التطبيقي وهو ما يخص كل المجسمات بجميع أنواعها، وفن التصوير التصوير التشكيلي اللي هو الرسم الزيت اللي الرسم بالزيت، والرسم التشكيلي. الرسم التشكيلي هو ما يخص لو سألت أي فنان موجود سواء كبير أو صغير وقلت له إيش هو الرسم التشكيلي، قالك الرسم بالفحم بأنواعه سواء فحم أو أقلام رصاص، هذا يسمونه الرسم التشكيلي. بينما الأقلام الحبر أو الأقلام الجافة الملونة أو الأقلام الخشبية هي كلها رسم تشكيلي. فكنت أنا دخلت من المجال هذا، دخلت من مجال اللي هو الأحبار، فبدأت في الأحبار من عام 1412 في أول لوحة شاركت فيها في وزارة المعارف في معرض، أول معرض أقيم للمعلمين في وزارة المعارف، وكنت شاركت في استراحة مقاتل من البوسنة، وكانت في عبارة عن لوحة معمولة من الحبر الأزرق فقط، من الحبر الأزرق فقط، وكان مقاس اللوحة 70x90 يعني حجم كبير. طبعا عادة الأحبار تكون أصغر، لكن هذه كأول تجربة لي كنت عاملها في مساحة كبيرة. ثم بعدين بدأت بالألوان الأحبار، أقلام الأحبار الملونة، وبدأت تجربتي اللي هي مختلفة عن ما يجري في الساحة التشكيلية. فكانت لوحات منصور المطيري ولله الحمد في الفترة طبعا السابقة، كان أتكلم عن قبل حوالي 15 سنة أو قبل حوالي 17 سنة، هذا تميزي في الأحبار غير مسيرتي في التصوير التشكيلي. الحقيقة من خلال هذه الجلسة المبسطة نستطيع أن نقول أن الفن يستطيع أن يقول أشياء كثيرة جدا. كررت مسألة الإرهاب في حديثك أكثر من مرة، لعل الفن أيضا يخرج بظلامية الإرهاب وفكرته الكاذبة التي عشناها خلال الفترة الماضية من خلال الفن. عشنا مع همس الحديد أو همس الحبيب منصور المطيري في هذا المعرض خلال الفترة الماضية. الشكر، كل الشكر لجمعية الثقافة والفنون بجدة ممثلة برئيس الجمعية الأستاذ محمد آل صبيح وكافة الفريق العامل معه في هذا الصرح وهذا الميدان الذي قدم لنا ثقافة وحراك ثقافي وفعل ثقافي فني في مدينة جدة. شكرا أستاذ منصور، إذا كان من كلمة أخيرة في حدود دقيقة واحدة. الشكر موصول لوزارة الثقافة ممثلة في جمعية ثقافة في جدة. جمعية ثقافة في جدة أنا أرى أنها تبحث عن تميز من خلال شخصية متميزة تقودها. راح نرى، وكما ذكرت أني ولله الحمد يعني قرأت لو بالصدفة لوحة عن المستقبل، أنا أرى أن المستقبل في جمعية الفنون التشكيلية الفنون الجميلة في جدة راح يكون لها مستقبل مختلف جدا عن كل جمعيات الثقافة والفنون أو بالتعاون مع جمعيات الثقافة والفنون الأخرى، لكن راح تتميز بحكم إن هي المركز الرئيسي الأساسي السباق إلى كل ما هو جديد. أشكر جمعية ثقافة الفنون في إبراز بعض الفن أو فنون المملكة العربية السعودية في كل المجالات سواء فن تشكيلي أو فن موسيقي أو كلمة
أو نغم أو وأشكر الحضور، وإن شاء الله راح نرى أعمال سواء تخصني أو تخص الفنانين السعوديين في المستقبل القريب، وإن شاء الله بقدر المستطاع ما يخصني أنا إن شاء الله نكون بجدة. لنا طموح إن تكون هذه بس ما شاهدته الآن هي النواة، نظرتنا للأعلى دائما. رؤية 2030 هي لا تقتصر على عمل يؤدى، هي تقتصر على أعمال في المستقبل. ماذا ستعمل في المستقبل؟ أسس للمستقبل. هنا تبدأ فكرة الفن التشكيلي السعودي الجديد. شكرا لحضوركم.